انطلقت حملة لخدمتكم من جميع المحافظات العراقية وخصوصا بغداد الحبيبة إلى حملة إعمار وترميم وتأهيل جميع المؤسسات الصحية والتربوية في محافظة الموصل الحبيبة. وجئنا هنا وكان الترحيب، وكان أخواننا الموجودين من أهالي الموصل الحبيبة بالحفاوة وباللقاء الرحب، وكان الضيافة والكرم موجود، ففتحوا جميع بيوتهم لنا. فقمنا بالبداية في اليوم الأول جرد المؤسسات المتضررة في سهل نينوى. قمنا المباشرة في مساء نفس اليوم، وكانت عدم الراحة في جميع الأخوان الموجودين، قالوا على أنفسهم بأن يكونوا خدمة إلى العراق وخدمة إلى الشعب العراقي وخدمة إلى أهالي الموصل الحبيبة. فبدأنا في الجرد البدائي، بدأنا بالتسوق، بدأنا في فتح مراكز تطوعية من أهالي الموصل. اليوم نحن في قرية المنارة الشبك ومدرسة منارة الشبك الابتدائية للبنين وللبنات. العمل اللي جاي يشوفه هذا منجز، ما يقارب بين 30 إلى 32 ساعة فقط، وإن شاء الله خلال 48 ساعة ينجز هذا العمل كامل، يعني من بداية انطلاقته إلى نهاية 48 ساعة، وننتقل إلى مناطق أخرى ومدارس أخرى، ثانويات، عندنا مستوصف صحي الآن يعني قيد الجرد البدائي، وإن شاء الله من مشروع إلى مشروع. ونشكر تعاون أهل الموصل بتشكيل فرق وتشكيل شباب خير وشيوخ ووجهاء ومخاتير موجودين في هذه المناطق على ضيافتهم وعلى عملهم، وحث الشباب على بناء العراق وعلى وحدة العراق وعلى نصرة العراق. وإن شاء الله العراق بعد تحريره من الداعش ينهض من الكبوة التي أراد لها الاستعمار وأراد لها جميع المتربصين بالعراق بتوحيد الصف العراقي. ها نحن اليوم نوحد الصف العراقي يد في يد، بغداد الحبيبة، الموصل، العمارة، البصرة، كل الأخوان من كل المحافظات قادمين لمشاركة أخوانهم في الموصل في النهضة وفي المواكبة التعليم والتربية إلى الأمام إن شاء الله. عراق المزدهر وعراق الخير وعراق البناء. أولا نشكر السيد مقتدى الصدر على هذه المشهور الخدمي لخدمة العراق عامة وخاصة أهالي الموصل. كذلك نشكر المتطوعين الذين عانوا وتعب الطريق ومخاط الطريق للوصول إلى منطقة سهل نينوى، وخاصة من قرية منار الشبك، بعدما يعني مثل ما شفتوا صورتوا بعدما الدمار الذي لحقه داعش من على المؤسسات خاصة مؤسسات التربية، لأن قبل يوم هذه المدرسة كان يرثى لها الحمد لله بعد يومين بجهود الطيبين. والشكر وتقديري خاصة الشباب خلينا نقول قريتنا قرية منار الشبك لتعاونهم مع هذه المنظمة، لأن هذه المنظمة منظمة إنسانية وطنية يدل على اللحمة الوطنية. وكذلك نشكر قناة الموصلية. جئنا من محافظة بغداد تلبية لنداء السيد القائد مقتدى الصدر مشروع لخدمتكم في الموصل، وجئنا حضرنا لنعمل على جهد جهيد في هذه المدرسة وفي غير مدارس في منطقة الشبك، في منطقة برطلة ناحية منارة الشبك. جئنا اليوم وكنا حفاوة وكنا قوة، وجئنا إلى محافظة نينوى ووجدنا الترحيب من أهالي المنطقة العزيزة، وشفنا وجاءوا بعض الأخوة المتطوعين من المنطقة وحضروا لخدمة المشروع وخدمة لأهالي المنطقة، وقاموا بالعمل معنا جهد لجهد لنبذ الطائفية ولنبذ الكراهية الموجودة. واليوم احنا حاضرين في هذه المنطقة وغدا في غير منطقة تلبية لنداء السيد المصلح مقتدى الصدر أعزه الله.
وشكرا لقناة الموصلية التي واكبت الحدث وتحملت الجهود الحار وقامت بتغطية هذا المشروع وهذه الخدمة في ناحية برطلة في منطقة منارة الشبك، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. نرحب بأسماء الكلمات بالوفد الذي قدم من محافظة بغداد العزيزة، ونشكرهم الشكر الجزيل على تحملهم عناء المجيء وتحملهم عناء السفر، تحملهم عناء مخاطر الطريق. نشكرهم الشكر الجزيل، حضروا من أجل العراق، حضروا لا لأجل شيء، لأن من أجل العراق حضروا كمتطوعين لكي يسهموا في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي في منطقة سهل نينوى المنكوبة. حضروا لأجل إصلاح ما خربه ودمره داعش، عصابات داعش الإجرامية. حضروا لأجل أهالي القرية، حضروا باسم العراق. نشكرهم الشكر الجزيل، نشكر جميع أهالي المنطقة على حسن الضيافة ولاستقبالهم ومشاركتهم في العمل.